حياتي خوتاتي، اليوم ندير لكم سفيرية. سفيرية شابة بالطبع، تندير في المناسبات، في رمضان، في وقت واحد جاكم في العائلة. هي واش فيها؟ فيها الدجاج. الدجاج على حساب العائلة. انتي واش عندك؟ لا عندك زعما زيادة، ديري زيادة. فيها بصل، هي بالحميصة تندير، وحنا بدلناها نديريها ستيل جديد، نديروها شوية جلبانة، نديروها بشوية جلبانة هكذا. فيها شويه كركم، حنا ندخلو دوكا الكركم ولا قالك صحي، كان بكري غير فلفل كحل وملح وقرفة، حاجة بيضة. ندخلنا الكركم، شويه قرفة، شويه زنجبيل، شويه ملح. نحطوها هكذا تتقلى فوق النار، وهي نخليوها تتقلى. ومن جهة الأخرى سفيرية، تحاوش عندنا الخبز. شوفوا الخبز البيتي عندك، تشمخيه في الماء والماء زهر. الماء شوفوا شمخناه، ها نعصروه من الماء، نزيدوا له شويه ماء زهر، حبه بيض، وشويه سكنجبير، ربع حبات فرماج. نحطوه في حاجه كبيره بتساعدنا هكذا، نخلطو وكنديح شويه ملح هكذا، ونخلطو. كي نخلطو سيوها، هذه الأكلة تجي هايلة. سيوها وردو لي خبر تشوف. كي تخلطي مليح هذا زيديه لاشابيغ. لاشابيغ شنو هو؟ الخبز الملحي هذاك لي بارد، يبسيح ورحيه. زيدي بشويه ما تتلم منا هذيك العجينة تاع السفيرية هاك، جهد ما تتلم هاك. كي تحكميها في يدك باغ نوريلك، هاكدا شوفوا خياتي يدينا نقاي. هذه هي، حنا لازم شوفوا خياتي المسلمين لازم نستعملوا يدينا في اي حاجه، المهم يكونوا نقاي. هاك شوفوا نكوروه ونحطوهم في الزيت، ما تكونش سخونه بزاف. شوفوا خياتي تحدوها مكوره وديروا لها هاك، تلاطيوها شويه هاك. انا زوج انواع ونحطو ها نجيك واحده اخرى. شوف ديروا هكا شويه هكذا وتسقموا هاد الشكل، ها نحطوه في الزيت تاعنا. ما تكونش حاميه بزاف وما تكونش بارده، تكون ما نضق كيف يقولوا، المهم تكون متوسطه، لا ما تبقاناش من داخل ماشي طايبه. ومن بعد نوريكم الصحن التقليدي. شوفوا كيف جات، شوفوا تسمى الله. شوفوا هذيك السفيريه، شوفوا تجيب الفرماج والخبز تشهي. وانا عوضناه الحميصة بالجبن، عندنا اصيص جديدة بصح. هذه السفيرية ذوقوها وجربوها وردولي، واشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس، وصحة شيتكم وبصحتكم. هيا بس.